بس ايه يلا الله حيه شوف كلب يا عمر عليك زوج عرب طعم بس بس صح بس ولا به مجامل تنافس على الاول ولا به مجامل ما هي بي شاشه هذا الصدق والواقع ما هي بي شاشه لعشق المراجل لعشق المراجل ولو انها تتعبني عشق هذه عواقب الخير جهول يا جمهور تابع يا جمهور هذه عواقب الخير والخير اجمل رضاك انت يرضينا يا اجمل متابع تعال غوه واقف وخوه ومن شاف ضوه دعا رابعه بس بس يا لعشق المراجل لعشق المراجل ولو ولا به مجامل تنافس على الاول ولا به مجامل ما هي بي شاشة هذا الصدق والواقع ما هي سعد الله مساكم يلا حيهم اقرع مني يا فرش يا السلام بس هذه بنعطيهم العلم طيب احد يجيني احد المتسابقين يجيني يا شباب احد يجيني خذ احسان الله حيهم السلام عليكم وسهلا كيف الحال الله حيهم كيف الحال كلبك الله حيهم السلام عليكم الله حيهم
مساكم بخير. عقبتنا هالخير الجافلة الحصان مبطل ما ركب عليه وهاملين هنيا، لكن انتم ان شاء الله انكم اهل الخير على ما قال وتروضون الحصان. احنا والله ما خلمكم جار ربطوا عمرك الله حيهم الله يطول عمرك. كيف الحال؟ الله يسلمك. ساكم طيبين؟ طيب نرجع لك طيب. شلونكم؟ الله يزين الله ساكم خير قال شاك. شلونكم؟ الله يعافيك الله حيهم الله يطول عمرك. كيف الحال؟ عطنا منديل. علومكم طيب نرجع لك لا تعبتوا الله حي كيف الحال؟ هدت حيلنا هالخيول ويبتد حيلكم ان شاء الله ونعلمكم وتعلمونا. رجعنا كنا ناخذها حبيه، لكن الوعد ان شاء الله بالايام الجايه باذن الله. يلا حيهم. الله يعافيك. حنا يا اخوان الفقره هذه فقره خير.